كيفكن يا جايز؟ خلوني رحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج وصفة سريعة مع بينار. بحلقة اليوم رح نعمل شيء مختلف عن كل شيء عملناه من قبل. اليوم أنا وبينار رح نعملكم فخارات خطيرة، شيء رائع. هاي الفخارات جبتها وصارت جاهزة، رح نطبخهم نص طبخة بالمقلاية على النار، بعدين رح نحطهم بالفخارة وندخلهم على الفرن، هيك مشان ما ياخدوا كتير وقت طويل بالفرن وهاي القصص. So, رح نعمل فخارتين، أول وحدة رح تكون فيها طعم كريمي أكتر والقصص هاي هيك جبنة وحركات، تاني وحدة رح تكون تقليدية أكتر بطعم هيك ميدل إيسترن وفيه لمسة تركية وهي الشغلات. بتعرفوا أنتو بينار دايما متميزة بهاي القصص. إن شاء الله رح نعمل فخارتين كتير رح يعجبوكن. هلأ بدي إياكن تاخدوا لفة سريعة على المكونات. بداية لحتى نعمل فخارة الدجاج بالفطر والكريمة رح نحتاج صدر دجاج، بس أنا ما بحب أقطعه على لوح التقطيع اللي بستخدمه بالعادة، لهيك رح حط ورق زبدة كعازل، بعدين ببلش أقطع الدجاج بشكل طولي مثل ما أنتوا شايفين. تاني خطوة عندي رح تكون البصل، جيب بصل كبيرة بقشرها بعدين بقطعها لشرايح طولية. هلأ الفطر اللي رح نستخدمه يفضل انه ما نغسله، انا ما بنصح ابدا بغسل الفطر، بمسحه بس بشقفة كلينكس تكون مبللة، بعدين بقطعه لشرايح وبيطاوع على النار، بنحط شوية زيت، بننزل البصل ومنشوحه تقريبا 3-4 دقايق لحد ما يحمر ويتغير لونه، بننزل فوق الدجاج ومنكمل تقليب. بعدين رح انزل فوقهم بملح، فلفل ابيض وبودرة ثوم، نعمل لهم كمان تقليبة خفيفة وبس شوفهم اتحمروا عندي وصاروا جاهزين بنزل فوقهم الفطر. رح قلبهم مع الفطر تقريبا دقيقتين مش أكتر، ما بدي الفطر ينحرق ويفقد قوامه. رح أعلمكن هلأ نعمل صوص كريمي بدون كريمة طبخ. رح نستخدم علبة من قشطة بينار وملعقتين كبار من بريميوم كريم تشيز من بينار. أول شي بننزل علبة القشطة من بينار، نرجع منخففها بنص كوب من المي، نتركهم دقيقتين على النار، بعدين برجع بنزل ملعقتين كبار من بريميوم كريم تشيز من بينار، رح تعطيها طعم الجبنة ورح تعطيها قوام كريمي بياخد العقل، وكأنكم مستخدمين أقوى كريم الطبخ ممكن تجرب بالحياة. بس اتأكد أن الصوص تسبك وتقل وتشربته كل المكونات، رح نجيب الفخارة تبعنا ونبلش نوزع فيها كل هالقصص، وما تنسوا تكتروا الصوص، زيدوا قد ما بتقدروا. هلا رح نجيب جبنة موتزاريلا من بينار، وبتعرفوا انا بالنسبة لي الموضوع الجبنة موضوع اساسي وبحب كتر قد ما بقدر، مو بايدي انا كتير بحب الجبنة. رح ندخلها على الفرن من 10-15 دقيقة لتسيح الجبنة وتطلع معي بتاخد العقل. سو مثل ما شفنا مكونات تانية فخارة رح تكون كتير بسيطة وسهلة. الموضوع كله بيحتاج سجق بينار التركي، مثل ما قلت لكم من قبل هذا السجق اذا بتحطوه مع قلاية البيض الصبح بيطلع نار نار. بعدين احلى شيء في هذا السجق انه انتم ما بتحتاجوا تضيفوا اي زيوت، ليه؟ لانه اصلا الدهن اللي فيه كفيل انه يخليه يستوي ويتحمر ويطلع طعمه نار. شو مثل ما شايفين هاي الفخاره مكوناتها نباتيه اكثر او معتمده اكثر على وجود الخضار. شو راح اجيب البصل بنقطعه لشرايح، بعدين مكعبات مثل ما انتم شايفين، بعدين بجيب فلفل احمر حلو، بنجيب فلفل اخضر شوي حار، طبعا هذا الموضوع بيرجع لكم انتم استخدموا فلفل حلو او فلفل حار حسب ذوقكم. وتاني مكون والأهم هو سجق التركي من بينار. طبعا صرتوا بتعرفوا انه انا عندي ادمان على سجق التركي من بينار، خصوصا على الفطور مع قلاية البيض. يا جماعة صدقوني صدقوني لازم تجربوا. رح نقشر السجق بعدين نقطعه لسلايسز، حاول قدر الامكان انه يكون بنفس حجم الخضروات. هلا بيطاوع على النار، رح حط شوية زيت ونزل فيه الخضرة، وبدي شوحهم بحيث انه يتغير لونهم هيك ويدبلوا شوي، ما رح خليهم يتحمروا على الاخر. وفوق هيك بنزل السجق التركي من بينار ومنقلبهم تقريبا مع بعض دقيقتين بس، بعدين بنحط عليه ملح، بدكم تحطوا فلفل ابيض، بدكم تحطوا اي نوع بهار انتم حابينه، الموضوع طبعا بيرجع لكم. والمكون اللي رح يعطينا طعم بتاخد العقل لهي الفخاره هو دبس الرمان، كل ما تكتروا كل ما بيكون احسن. بنتركهم يغلوا مع بعض دقيقتين، بعدين بنوزع هيدي المكونات كلها بالفخاره وبندخلهم على الفرن حوالي 4-5 دقائق بس، شيء انه تنشف شوي بتطلع طعمتها كتير أطيب. وهلأ بعد ما الفخارتين طلعوا من الفرن وصاروا جاهزين للتقديم، وإذا بتكون رأيي الصريح فأنا ميال أكتر للفخارة اللي فيها جبنة وكريمة، مثل ما بتعرفوا أنا بضعف كتير قدام الجبنة صراحة، بس فخارة السجق بدبس الرمان كمان بتاخد العقل، اثنين خيارات بتجنن سواء للغداء أو للعشاء. وللأمانة وإذا بتكون نصيحتي فبرودكت سبينار هن أفضل خيارات ممكن نستخدمها بأي وصفة.
وكالعادة إذا عجبتكم الحلقة ما تنسوا تحطوا لايك وتعملوا شير وتورجوها لكل أصحابكم، كمان ما تنسوا تعملوا لنا فولو على كل مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بمنصة وياك وعلى الانستغرام تبعي طبعا، وأنا إن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي.